أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلافة الإسلام كمرك اللو ديبي ومرك النبي قد ديوه كي انتقال صلى الله عليه وسلم وحوها بغاش لها بركة يبدا عبد السوق كوي بن جرال ليدي ألابتي سيبو قاتو دكتو سارتي عمر بارك نيكو سي سعودة قال يا أبا بكر إلى أين وحوري دواشقة تقيا وطلا دي أمت دوردن بعدك مدح لغا ساري مدح ليلي ورير كي غايا إي بيلين سو أنو كمسؤول مايو إلهي ويدين مايو مسلمين تودن باللوغة ديگة مسؤول مدح خليفة رسول الله وإيان مسؤولية دا او قبتين لعق باتكو قادن ماشا مسؤول ديگة نسو إنك ما أنتك ورم إنك مركو مسؤول لغة ديگة دولة دا محل ديبان لو دورانا محوص وعلا بيكولتا محوص وعلا يوا لعق في عن هشد ماله أنا سفي عن هوجة جبستي لو حل دبان كيف الأورانا يا الله بنين مال والبي يكو صدا ما حين مسؤولية أمي أركين ماشي عيال قوقع يكبي لنا يام مسؤولية واحد أركين وحل لقي أمد النبي قال الله خدميني وأذيك أمدين أمد هو أذيك يعني إلهي خلاص قال إنك نهاي نسي أبو بكر أو يابي ور عيال كيين رير كيين ما هل ليست هم مصاريف تودي أنا كمسؤولة أنا كشورين إني أدون نقهر تهالك فريسو ما هلي ليس هدي تولي ولا شوري وحالو شوري مدام أفر ريرو لها إن بيت المال كاللغس هي مصاريف ريركي سكوفلان نف جحي إنو أكل غيبية مالي والبريركي سهيل بكاس يراشين كوفلان لابدي سنة وطلاد أمدها يدور كي بلاد تيسي مركيتي مدي قد كان لغور ذي أبي بكر الصديق الله الرالي كان نغدي إنكي سي عبد الرحمن من أبي بكر أول عقد سيدا أيا بيت المال كي مدي عبد الرحمن من عوف أوها مالية نكي هاي أيوري العقد بيت المال كوعلي مركز سيدا در العقد حقيت كوة دا جوشي وعد آباء الله ونحرستي أيا إغلاد در دار مو يري هذا تيدي نقطة مانتا واحد دويا مانتا أنا قلت للبان كلها مقالة ذا مدينة للك إيبيا لعقت كسو بحضر دولك لبدي السنية دور كي بلودي تلاد أمد عن هاي بيت المالك لعق انتا لعق باك قادنا مصاريف تي وياني إيقا علي يبو يري انتا ينسو هادان هينكو دحالو قيبتا مبو يري عبد الرحمن بن عفو يابي ورمحال ليه ده آبا كدر دار ميسداس إن لعقت اللقو علي يهلكي بيت المالك وصدوق قاتي ومصاريف تي إنكو أدو قرتين او رير كستيني لبادي سندود ايو ابهاي قرانا ايي دولكي اولها مركان ايبينينا وحاو نقول دردار من لعقتا ان هالكيقي لقاق علي بيت المال كالقو علي عمر بن خضاب بالله كان عمر او ايي ابي بكر الصديق او ابو بكر وقبري ابو بكر بدلتك عمر وعود مدح ذا اذيق الدبادا ايمان ايسا والله واد دالسو كقاري مين ابو كيري وادنا دالسي ابو كيري سدان اولينا ابو بكر وقود دا وأنا دالي سيبولي لبدي سنية دور كي بلادو تلاد أمد هايي وأنا كيدي كي علي بيت المال كي انتاس حكام تزمن كي نكاور رما وحاسي محاكيني وقال لك بق إلهي بيك عب سنيين آخرة دي كو حساب تميين مركاسا كوغي مدحاها حق إلهي نوا إلهي حقوق دي بن آدم كان أساس أسكي إلى ليي كوغي فقير كاها حقي إلى حين إسنو أسكي إلى ليي حقي دات كان أسكي إلى ليي وكوغي فقير كاها سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام با كسو أشكتوتي حيك كسو أشكتوتي دول آن لها أيو بيرتي سيكودر صديتري ولي بعيل كان أنا قاله يدو هذا ملأ أقو سجل سكله وبين أبو رشو عثمان بن عفان أمير المؤمنين تأوي يري سعيد وطبعاً كي جنة اللوب بشاري ينكر ماذا سعيد بن زيد أبو الأعور بركة سوري والله قصو دعوة يا سعيد ويا قصو دعوة سلام تابع قصو دعوة الدغدة وما حي قصو دعوتي قل إياد وإلاذا هاي بعد قادة تيب إيا لليه ومع العيل كأي ضالي
markaas ya amir almu'miniin anu waxaan ka maqlay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taa ka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha waxaa lagu cuquubayn doonaa toddobada dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelin oo la odhan doonaa jiid oo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahow hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad ha dilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaah ku dil buu yidhi dhulkii uga kacay ha qaadatay buu yidhi siiya waa indha beeshay dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ayaa ceelkii ku dhacday bal ceelkii bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigeyga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadan ku ciyaar maaha ma anuu nebi maxamed ka maqlay taaka in la egoo dhul xaqanaas ninka gardarro ku qaata toddobada dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebiguna ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay may kula tahay cusmaanoo inaan dhul bini aadan aan xaqdaro kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buu yidhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yidhi waxaasi waa alla ka baq waxa bini aadanka xaqooga kaa joojinaya waa maxay waa alla ka baq markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhira inay jirtana ay ku hor taallo xaq bini aadan inaad u badheedhaa ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro saa darteed walaalayaal ilaahay inahanu soo noqono ha toobadkeenno in yar baan adduunyada joogana in yar in yar wamaa tadri nafsun maada taksibu gadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut berritoole nin walba waxa uu la kulmi doono kama warqabo meesha qabrigaagu noqon uu qabrigaagu noqon kama warqabno marka walaal waa inaan aakhiro ku xisaabtana aakhiro ma dheero innahum yarawnahu baciidan wanaraahu qari ilaahay baa sheegay qiyaamahu ma dheero xaggeenna waa kaa dheer yahay laakiin nidaamka ilaahay marka la fiiriyo arrintu waa dhowdahay bucithu ana wasaacatu ka haatayni labadaa farood buu nebigu isku dherariyey fardaa iyo murdisada iyo fardhaxada buu nebigu isku qabtay markaa buu nebigu yidhi anigiyo saacadda qiyaamadu sida labadaa farood iskugu xigaan baan iskugu xignaa buu rasuulku yidhi marka ilaahayna hanu soo noqonno han ka baqno ilaahay quluu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah muxammadu rasuulullah diinteennana ma aragtaane han ka shaqayno oo shaqada diinta culammada iyo macallimiinta oo keliya ka mas-uul maahinaya jamaacadade qof kastaoo muslima diinta xilba ka saaran inaad naftaada islaaxisaa waa waajib inaad ummadda islaaxigana dadaalka aad ka qayb qaadataana waa waajib dacwa ila allah fariidatun sharciya wa daruuratun bashariya bay yidhahdeen culammadu dadkoo ilaahay xaggiisa loogu yeedho waa fariida sharciya weeyaan waana daruura bashariya bashariyadoo dhan baa maanta dacwadda u baahan muslimkii baa u baahan in salaada loogu yeedho oo miskiidka loogu yeedho oo xalaqaadka loogu yeedho oo diinta loogu nasteexeeyo gaalkiina wuxuu u baahan yahay in iimaankii islaamnimada loo bandhiga buu u baahan yahay mas-uuliyaddana xilkana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ummaddiisa saaro yidhi laa nabiya bacdii walaa ummata bacdakum alaa falyuballiqa shaahid minkum alghaa'ib aniga nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi ninkana ummadin igama dambayse kiina xaadirkee maanta ila joogow kiina maqan gaadhsii faruba muballaqin aw caamin saamicin iyo kuway maqlayeen saxaabadu intay nebiga ka maqleen bay adduunkao dhan gaadhsiiyeen halkii maalintii risaaladda ay gaadhsiiyeen baa la yidhi inay ka soo noqoto mooyaane halkii ay dhigeen bay taagan tahay maanta
insha Allah inaguna diinteena ka shaqeyno wadaniyooda insha Allah. Dambigeena Allah dhaaf, dambiga waalidiinteena Allah dhaaf, diinta Allah ino macaaneeyo, maralkeena Allah shaafiyo, mawjadkeena Allah u naxariisto, amni iimaanka Allah ino ziyadiyo, taacada Allah ino macaaneeyo, dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba Allah ino hadeeyo, madaxdeenana wixii diinta iyo dalka iyo dadka u daacada Allah tuso, muslimiinta meel ay joogaan muwaafaqiin midnimana Allah siiyo, nin walba uu ka kurbeysana kurbad Allah ka qaado. Dad badan oo xaadirin iyo kuwa qaybin oo ducada dalbayba jiray mid walba uu ka kurbeysan yahay Ilaahu adaaga kurbada Ilaahu ka qaad caafimaad sariic Ilaahu si khaatimada Ilaahu noo hagaaji waxaan ku hadlaynaa Ilaahu aan nagu qaban ya Allah noo naxariiso dad noo naxariisan ayaa noo naxariisan ayaa dad u dambe noo dambe dhaafan ayaa noo dambe dhaafi amniga iyo iimaanka Ilaahu noo adke rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين